النهارده الجو مريح وما بعناش فراخ كثيره. نعد النهارده بعنا بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجو مريح النهارده معاك يا حاج. 50 60 75 جنيه. السلام عليكم. اهلا يا مصطفى. اهلا. ازيك يا حاج الدوق؟ يا عامل؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يخليك يا مصطفى. والله يا مصطفى الجو مريح، المطر والرياح وكده الجو مريح، ما بعناش فراخ يا اخوي. كيف بس كيف؟ ما بعناش الجو. حاج الدوق، حاج الدوق، ابوي يقول لك عايز فرخ. فرجت يا مصطفى، جاي يشتري فرخة، بقى لي يومين ما بعتش حاجة. بسرعة يا عم انت. استنى يا ولد محروق، استنى طول بالك. نكلم في الراجل يعني؟ طيب اصبر. طب خلي شحت ولدك يخش يجيبها. هيسأل مين؟ هيسأل مين الفرخة؟ عايزها لابوي. لابوك؟ ايوه. عايزها كم كيلو؟ عايزها 2 كيلو. 2 كيلو بس؟ يا ابوك ما ياخد 3 كيلو، ابوك كريم يا راجل. لا ابوي قال هات 2. 2 كيلو يا ولد المحروق، ماشي. بعد اذنك يا مصطفى نخش نجيب له فرخه، ولا ننادم على الواد شحته يجيبها له؟ ننادم على شحته يجيبها له احسن. يا الواد شحته مغلبني ومال يلعب مع العيال وسايبني، ولا راح الزرعه ولا راد يقعد في الدكان يبيع الفرخات يا راجل. يا عم انجزني الدين الفرخه. استنى يا ابوي، استنى نديك. كلها فاشل. واد يا شحته. ايه يا ابوي؟ تعال يا واد. كنت فين يا واد؟ انت ملعب يا مصطفى. يا واد انت ما وراكش الا اللعب يا واد. يعمل نعمل في ايه يا مصطفى؟ المفروض تضرب يا حاج، ما ينفعش معاك. ايه عايز صغير يا راجل؟ بنضرب ومش حته وتقعد تقول انا ماشي على بيت ابوي، ما ينفعش يا راجل. تعال من جزء الدين الفرخه ابوي. هات لي سعيد ود عمك ابو الزقازيق فرخه. خش. كم كيلو يا ابوي؟ عايز 2 كيلو. 2 كيلو. نيجي معاك؟ لا اقف على الباب يا ابوي. تعال تعال خش امسك له فرخه يا اخوي. تعال. تعال يا مصطفى. استنى يا ولد، استنى استنى. زيادة يا خالي، زيادة خدها. ماشي ابوي، اجي حاسك يا عم الضوء. ماشي يا اخوي ماشي. روح. يلا سلام. سلام يا اخوي. والفلوس طيب؟ ابوي اجي في حالك. ماشي ماشي. ابوي. عيات يا ابوي. عمك ضوء سالك يا ابني. قلت انت تعالي شوفه، قلت له انك حاسب يا ابوي. الفرخة دي عيانة عندها الكورونا. لا امشي عاوز العم الضوء. امشي. امشي يديك فرخة عيانة ويضحك عليك. امشي. خد يا لوي حرام. انت تديني فرخة، انت تديني فرخة عندها فرس كمان. لا يا راجل، لا لا ده ما فيها عادي. انت نصاب، انت نصاب. طول بالك ما تشتمش يا راجل، طول بالك. استنى مالها ابوك؟ قال لك مالها ابوها؟ ما يقول تفاضي ما فيش حاجة عندها فرس كمان عيان. ما تتكلم. ما تتكلم وما فيش حاجه. لا يا ابوي دي عيانه. يا راجل اذبحها وكلها، وان جرت لك حاجه نضمنك. نضمنك انا انت وابوك. يا عم انت حتاكش فلوس ودي المستشفى. نضمنك انا انت وابوك يا ولد المحروق. يا عم لا تبايظ، ما ناخدهاش احنا. ليه يا اخوي؟ خلاص خدها وحاسبك ان هي كيلو، وسيب لك الكيلو الثاني. لا انا نملك ابوي ما عودتهاش. يا اخويا ما تتكلم يا اخويا. ها ما تتكلم يا عم. بص عيالة بص. ما فيش حاجه يا راجل. بص ها هو واكله اكل الدشيشه يا راجل. بص. انت تحط لها دشيشه وسم فراخ. لا لا ما فيش حاجه. مين اللي قال لك عندها فارس كورونا؟ ولدك شحته قال. لا شحته يا واد. شحته يا ابوي. الواد ما يقول لك سعيد عندها فارس كورونا يا راجل. روح نقي له واحده حلوه. انا ما عنديش دبراكك يا العيال. ندخلها الدكان يا راجل وسيبك منه. يلا روح روح. ما عندنا فراخ. روح روح هنا على ابوك. روح انت نصاب يا عم انت. روح 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 هنا على ابو اللي جابك. هلك صور هنا. اقعد اشحت هنا عشان لو ود المحروق ده جي عند الفرخات ولا جي يسرق حاجه قول لي. انا قاعد مع مصطفى هنا. ماشي يا ابوي. ماشي ماشي يا ابوي. هم مش هيلموها النهارده ولاد ابو الزقازيق عشان الفرخه اللي بعناها لهم دي. ربك يسترها يا اخوي. انت حاج بتضرب عليها حاج؟ والله يا مصطفى جي خد فرخه مني بنستفتح لسه. وشك حلوه، واليوم تيجي بعنا فرخه.
جاي ويقول لي عندها فرس كورونا ومستهوية وعندها برد يا اخوي. بس الصراحة بتعيط يا راجل قدامي. ما كانت بتعيط وبتكوكو وتعمل صوت يا راجل. انا اعمل لي يا راجل افترى عشان عيلة ابو الزقازيق كبيرة يفترى الحج دو الغلبان حتى ولد ابو الزقازيق يا اخوي. ما خليتش حتى ولد ابو الزقازيق. انت تساعدني تضربني انا؟ جيتاني يا مصطفى اشهد يا اخوي. انا اجيب لك ابوي. استنى يا ابوي. استنى خد مالكش دعوه بابوك يا اخي. لا انا اجيب يا ابوي تعال. نتفاهموا يا راجل. يا ندم على ابوك طيب نتفاهم. يا ابوي تعال. انك انت يا ولد المحروف. تعال يا ابوي. انت كنت قاعد. سلم عليك يا حاج دوي. اه ابوي. قاعد يا ابوي. هو اما تضرب الواد وتزعط او تقول له يا ابن المحروس. لا لا استنى نزل ايدك احسن اكسر لك ايدك. نزل ايدك الحج دوي لكرامته وليهيبته. واحد الله واحد الله. بص يا مصطفى تعال يا اخوي انت تعال تعال. تعال خيانة وتقول لها. استنى 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 نفهم اللي مصطفى شاهد عليه اخوي. دلوقت يا مصطفى بحتلهم الفرخه ما فيها حاجه وكانت بتكوكب قدامك يا اخوي. صح ولا دول. لا صح. والواد شحته دخل جبهاله من العشه يا اخوي. صح حدو. وهو بيقول عندها فرس كورونا. لا هو ده وقت الجاي هي كانت بتكوكب. وجايب لابوه وجايب لابوه وجاي اتخانق ثاني يا اخوي. ينفع يا مصطفى؟ انت تظن الواد يا ولد المحروس؟ لا 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 هو عديت. لا يا عم انا ولدك ده ممكن ما يكونش في حاجه. انت مديت ايدك على الواد وقلت له يا ولد المحروس. الحاج ناصر هو ولدك اللي غلط يقول لي انا استنى. لا لا استنى والله ولدك ده ولدك ده ولدك 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 انت ولدك يلا انت انشر هنا انت العلم وقعت يا ابن الكلب والله العظيم يا طقطق فيك النهارده تعمل ايه يعني؟ راحت الفندق على الطريق انا حد عليك يا حج والله راحت الفندق حد عليك يا حج والله روحت الفندق وهات ولاد ابو الشباب على الطريق استنى استنى روح والله العظيم انا بعيد فخنت اوعى اطخك اطخك يا دوي انا اشتلك يا حج يا ابوي ابوك يا حج النهار ابوك ما يتوب تعال يا اسلم تعال مخلفك واحد ورحمة ابوي الحج ضوى يخربها النهارده